لنستذكر تاريخ الماضي والحاضر، ولنتعظ منه كدروس وعبر نحو المستقبل الأفضل لبلد يسوده الأمن والاستقرار والازدهار. صالح مهدي عماش، وزير دفاع انقلاب 8 شباط عام 1963، يتباهى بقتل 800 ضابط في اليوم الأول للانقلاب وحصد 4000 شيوعي. شوهد أكثر من مرة، كل من حردان التكريتي، أحمد حسن البكر، صالح مهدي عماش وأكرم الياسين يزورون السفارة البريطانية ليلا للتنسيق للقيام بانقلابهم ضد الرئيس عبد الرحمن محمد عارف. ارتباطاته المشبوهة وزير الداخلية وشرطة الآداب السعدي يحاول اعتقال أو قتل عماش. الروايات الخمسة لوفاته. الجزء الرابع. طابت أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم، لكن لابد من التنويه بأن العنوان والمادة تعبر عن رأي الكاتب. من البعثين القدماء ساهم بشكل بربري في قتل الضباط الشيوعيين والقاسمين خلال فترة انقلاب 8 شباط 63، بل كان يعدم جماعات بلا محاكمات ولا أدلة، ثم يقدم قائمة لمجلس قيادة الانقلاب للمصادقة على إعدامهم. له ارتباطات قديمة بالسفارة البريطانية منذ عام 55، واستمر هذا الارتباط إلى نهاية حياته. شوهد أكثر من مرة، كل من حردان التكريتي، أحمد حسن البكر، صالح مهدي عماش، أكرم الياسين يزورون السفارة البريطانية ليلا للتنسيق للقيام بانقلابهم ضد الرئيس عبد الرحمن محمد عارف. السيرة والتكوين. ولد صالح مهدي عماش النداوي في بغداد عام 25 من أسرة متواضعة، وعاش صباه وشبابه في حي الأعظمية. أكمل دراسة الابتدائية والثانوية فيها، دخل الكلية العسكرية ودرس فيها للفترة من 45 إلى 48 ليعين في مديرية الاستخبارات العسكرية. اتخرج في كلية الأركان ببغداد عام 54، عين عام 54 معاون الملحق العسكري في السفارة العراقية في واشنطن. اختاره نور السعيد رئيس الوزراء العام عام 56 لاستلام السلاح من إيطاليا والمرسل لإغراض التآمر على سوريا، ونفذ المهمة بنجاح. عند قيام ثورة 14 تموز 58 كان عماش في واشنطن معاون الملحق العسكري في السفارة العراقية، واستدعي لبغداد للشهادة في محاكمة اللواء الركن غازي الداغستاني. وخلال شهادته تم اعتقالي من قبل المحكمة العسكرية العليا الخاصة محكمة الشعب عام 59 بتهمة الإسهام في المؤامرة على سوريا، وأحيل على التقاعد. نشاطه الحزبي. عام 53 أصدر نور السعيد رئيس الوزراء عن طريق البرلمان قانونا يقضي بتدريب طلاب الكليات خلال عطلة صيفية تدريبا عسكريا ليتخلص من إزعاجاتهم وتأمين ولائهم للنظام، ظنا منه أن الجيش يكن الولاء للتاج الملكي. في صيف عام 54 التحق طلبة الكليات إلى معسكر سكرين في شمال العراق، وكان بين الملتحقين طلاب شيوعيين وبعثيين، وقام الطلاب البعثيون صلات ببعض الضباط من بينهم صالح مهدي عماش فكسبوه لحزبهم، وتدرج في البعث حتى وصل إلى عضو قيادتين القطرية والقومية. دوري في انقلاب 8 شباط 63. بدأ البعث العمل لإسقاط نظام عبد الكريم قاسم منذ عام 59، وكانت خطتي من وضع مكتبي العسكري المؤلف من علي صالح السعدي أمين عام البعث، والقياديين حازم جواد، طالب شبيب، العقيد أحمد حسن البكر، والمقدم الركن المتقاعد صالح مهدي عماش، والمقدم الركن المتقاعد عبد الستار عبد اللطيف. اتوالت الاجتماعات لاستكمال الخطة وتنفيذها، وفي اجتماع في منزل طالب شبيب مساء الخامس من شباط 63، وقبل أن يكتمل الحضور كبست الأجهزة الأمنية المنزل وألقت القبض على صالح مهدي عماش، عماد شبيب، بهاء شبيب، وكريم شنتاف، وعلي صالح السعدي. أجري التحقيق معهم، وفي ضوء التحقيق أعدت وزارة الدفاع قائمة تتضمن اسماء 80 ضابط لحالتهم على التقاعد،
وهكذا استعجل البعثيون بتنفيذ خطتهم قبل أن يفقدوا قواهم العسكرية. فعلا انقلاب في 18/63 أي بعد 3 أيام على اعتقالهم. عين صالح مهدي عماش نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للداخلية في حكومة الانقلاب في 18/63. عندما عاد البكر تشكيل وزارته في 12 أيار مايو 63 أصبح عماش وزيرا للدفاع فيها. الإعدام لمئات الشيوعيين. كان عماش حاقدا على الشيوعيين والديمقراطيين والقاسميين، وصف مئات من الضباط منهم، وعلى الرغم من صدور قرار بمنع تنفيذ عقوبة الإعدام من دون موافقة مسبقة من قيادة البعث، كما يقول طالب شبيب القيادي البعثي ووزير خارجية الانقلاب، فإن عماش استمر في مجازر وإعداماته مستغلا سفر بعض القياديين. وعند عقد اجتماع للقيادة يحرجنا عماش كما يقول شبيب بتقديم قوائم لمعتقلين أعدموا مسبقا ويطلب التصديق على إعدامهم. فقد نفذ بأمر منه مجزرة معسكر الرشيد في 10/63، وكرر الحالة الثانية بإعدام العديد من الضباط والمراتب الشيوعيين بعد فشل محاولة الانقلابية التي قادها نائب الضابط حسن سريع في 3 تموز 63. منهم يقول نائب ضابط، منهم يقول عريف أو نائب عريف. خلال لقاء الوفد الرسمي العراقي الرئيس جمال عبد الناصر في القاهرة للتهنئة بعيد الوحدة بين مصر وسوريا في 20/63، قال عماش متباهين للرئيس عبد الناصر إنهم اعتقلوا أكثر من 800 ضابط موالي لقاسم في أول يوم الانقلاب، منهم 150 طيارا لدرجة أن أسراب الطائرات بقيت بدون طيارين. وأضاف عماش قائلا ودمرنا سرب طائرات ميك 19 في معسكر الرشيد ببغداد خوفا من سيطرة الشيوعيين عليه، وقتلنا عدد كبير منهم في أول يوم الانقلاب وحصدنا 4000 شيوعي. وزير الداخلية وشرطة الآداب. بعد انقلاب 18/68 عين نائب لرئيس الوزراء ووزيرا للداخلية. حال تسلمه وزارة الداخلية شكر صالح مهدي عماش على الفور جهازا خاصا باسم شرطة الآداب، وكلفه بملاحقة المتبرجات من طالبات الجامعات والموظفات. يذكر أن عماش كان هاويا للشعر، فدخل مع الشاعر الكبير محمد مهدي الجواهري في سجال شعري حول هذا القرار، وفي نهاية الأمر تراجعت الوزارة عن قرارها بعدما سببت هلعا وضيقا في الأوساط العامة وضيقت من هامش الحرية. إبعاد عماش. بعد أن تخلص البكر وصدام من أخطر منافسين لهما وهما عبد الرزاق النايف وإبراهيم الداود، أخذ يتحركان للتخلص من الحردان التكريتي وصالح مهدي عماش. وفي تشرين الأول عام 70 استطاع إعفاء حردان من جميع مناصبه، وتم اغتياله في 30 آذار 71 ليلتفت إلى عماش، فهو آخر المنافسين وهو ضابط ركن ومتمرس في شؤون الاستخبارات العسكرية، وهو البعث القديم وعضو القيادتين القطرية والقومية ومسؤول المكتب العسكري للبعث وعضو مجلس قيادة الثورة ونائب رئيس الجمهورية، ولا يتردد في التعامل مع أي شخص أو جهة للتآمر. وسبق أن رشح لرئاسة وزارة الانقلاب، لكن إبراهيم الداود كان يراه لا يصلح لهذا المنصب لأنه يقرأ الشعر ويلعب كرة القدم، فاختير النائب لرئاسة وزارة الانقلاب. كما كان عماش مرشحا لمنصب نائب أمين سر قيادة البعث. إبعاد عماش من منصب النائب. أفلح البكر وصدام في استبعاد عماش واختيار صدام بدلا عنه، حيث يتحدث القيادي البعثي صلاح عمر العلي في أحد البرامج على القنوات العربية، أحد القنوات العربية المشهورة، يقول في أحد الأيام طرح البكر في اجتماع قيادة الحزب فكرة ذهاب أحد المسؤولين يحمل رسالة من رئيس الجمهورية إلى القادة في دول المغرب العربي لشرح وضع العراق ويلتقي بوسائل الإعلام، فاستحسنوا الفكرة، فرشح البكر عماش لهذه المهمة. وبعد سفر عماش بيومين دعا البكر إلى اجتماع استثنائي للقيادة، وإذا بالبكر يفاجئنا بجو من التمثيل المتقن بأن لديه معلومات قاطعة غير قابلة للنقاش أو الشك بأن عماش يتآمر على الحزب والثورة،
وأنا أطلب من هذا الاجتماع اتخاذ القرار المناسب. سرعان ما انقسم المجتمعون إلى قسمين، الأول يتمثل بطه ياسين رمضان وعزة الدوري، وبقدر أقل صدام حسين الذي كان يناور في الموضوع، والبكر معهم يطالبون بإعدام عماش. القسم الثاني اتخذنا موقفا مضادا وطال النقاش. تم تأجيل مناقشة الموضوع حتى عودة عماش، وتبين كل ذلك كان لتهيئة المناخ لاختيار صدام نائبا له بعد استبعاد عماش. وفي الجلسة التالية وقبل عودة عماش من سفره طرح الموضوع واختير صدام نائبا له. أخيرا استطاع البكر وصدام من توجيه ضرب القاضي في أيلول 71 باستبعاد صالح مهدي عماش بمؤامرة، وجرد من جميع مناصبه السابقة وعين سفيرا في مركز وزارة الخارجية عام 71، ونقل من باريس إلى فنلندا كسفير في أواخر شهر آب عام 75. الواقع إنه تم تعيينه سفيرا بعد أن تعهد لهم بالتزام الصمت، وكان الاتفاق كما ذكره طارق حمد العبدالله رئيس ديوان رئاسة الجمهورية بأن عماش تم تخييره بين الإعدام أو القبول بمنصب سفير مدى الحياة، ويبتعد عن أمور السلطة في العراق وعدم التحدث عما يعرفه من أسرار. فكان نختار الأمر الثاني ليحل سفيرا صامتا منشغلا بمعالجة نفسه والاستجمام في شواطئ فنلندا. ارتباطاته المشبوهة: بعد قيام ثورة 14 تموز 58 تشكلت المحكمة العسكرية الخاصة محكمة الشعب لمحاكمة أخطاء النظام الملكي، وخلال محاكمة غازي الداغستاني معاون رئيس أركان الجيش بتهمة التآمر لقلب نظام الحكم في سوريا، استدعي الرئيس النقيب صالح مهدي عماش للشهادة، وبعد مناقشة من قبل رئيس المحكمة اتهم بضلوعه بدور واضح في الاتصال ببعض الشخصيات الأجنبية في السفارة البريطانية في بغداد، وأدخل قفص الاتهام وحكم ووحيل على التقاعد. تشير الوثائق اللي كشفتها تلك المحاكمة إلى أن نوري السعيد رشح عماش بالذات بكتاب سري للغاية أرسله إلى وزارة الدفاع للسفر إلى العاصمة الإيطالية روما لاستلام السلاح الأمريكي والبريطاني المرسل إلى العراق لمهاجمة سوريا وأسقاط نظامها التحرري في مؤامرة تكشفت بعد إذ أطرافها وهي أمريكا وبريطانيا والحكومة العراقية بالتعاون مع أديب الششكلي. أوصل عماش السلاح إلى الجهة المعنية، لكن وصولها ترافق مع اندلاع العدوان الثلاثي على مصر أواخر تشرين الثاني عام 56، فأجل تنفيذ العملية ضد النظام السوري لتتصاعد الحس الشعبي والوطني لدى الجماهير العربية ضد العدوان وتأييد مصر وسوريا. في شهادة القيادي البعثي حسن وداي المنشورة في كتاب علي كريم سعيد عراق 8 شباط صفحة 229 يقول: كانت وزارة الدفاع العراقية قد أرسلت ضمن بعثتها العسكرية الرئيس الأول للركن محمد المهداوي إلى أمريكا، وكان عماش المسؤول الحزبي عن محمد المهداوي، وبالنظر للمعلومات التي وردت إلى دائرة الاستخبارات العسكرية حول شكوك تفيد بارتباط محمد المهداوي مع المخابرات الأجنبية واتجاه النية إلى استخدامه إلى العراق لمحاكمته، فقد طلب عماش من ليكلاند أن يبلغ المهداوي بعدم العودة للعراق، وليكلاند كان ضابط الارتباط بالشبكات العامة والمتعاونة مع المخابرات الأمريكية في العراق والشرق الأوسط. حادثة ثالثة: كان بيل ليكلاند يتحين الفرصة للحصول على طائرة سوفيتية من نوع ميك أو دبابة سوفيتية من أنواع التي وصلت للعراق في عهد عبد الكريم قاسم، وجاءت الفرصة بعد انقلاب شباط 63 وعماش وزير الدفاع، وحضر بيل ليكلاند اجتماعا مع ممثل وزارة الدفاع العراقية، كان في حين المقدم صبري جميل البياتي مدير الأمن العام الذي كلف بالاستمرار بالاتصال ببيل ليكلاند والتعاون معه في رسم الخطط والمعلومات الاستخبارية فيما يخص المواجهة المسلحة مع الأكراد، وبناء على طلب عماش شخصيا. كما يذكر البياتي طلبت وزارة الدفاع من الولايات المتحدة الأمريكية تزويده بأربعين بطارية كبيرة الحجم خاصة بالدبابات، فطلب المسؤول الأمريكي الحصول على الدبابة السوفيتية نوع تي
62 مقابل هذه البطاريات. كانت تلك الدبابة من أحدث الأسلحة السوفيتية، وكانت الولايات المتحدة بحاجة ماسة لمعرفة أسرارها وقدراتها القتالية ونقاطها السرية العسكرية، ولم يكن أي بلد آخر حصل عليها خارج دول حلف وارشو. وقد أبلغ عمان شخصيا ورسميا الموافقة على الطلب، مشترطا السرعة في التنفيذ. وبعد أيام سلم الجانب العراقي البطاريات، واستطاع عمان أن يوصل خارطة الدبابة إلى المخابرات الأمريكية، لكنهم ألحوا بالحصول على جسم وهيكل الدبابة. فقام عماش وصبري بعرض الأمر على مجلس قيادة الثورة اللي تخوف من كشاف السر أمام المخابرات السوفيتية، فيضيع السوق السوفيتي ويتنصل السوق الأمريكي، وبالتالي يفقدون كل الأطراف. فقام طالب شبيب وزير الخارجية آنذاك بالاتصال بالسفير الأمريكي لتسوية الأمر والتخلص من هذا الإحراج والورطة، بزعم أن المخابرات السوفيتية اكتشفت الأمر، فسوي الموضوع عند هذا الحد. السعدي يحاول اعتقال أو قتل عماش. يذكر القيادي البعثي حازم جواد في مذكراته المنشورة أن علي صالح السعدي أمين سر قيادة حزب البعث حضر بعد انقلاب شباط 63 بشار تقريبا إلى مقر مجلس قيادة ثورة شاهر المسدسي، ويبحث عن صالح مهدي عماش لاعتقاله أو قتله. وقال السعدي عنه: أين هذا الجاسوس الجبان؟ يذكر قيادي البعثي طالب شبيب أنه في نهاية عهد عبد الكريم قاسم اجتمع المكتب السياسي لحزب البعث لتعين التشكيلات الحاكمة بعد نجاح الانقلاب، واقترح صالح مهدي عماش اسم ناصر الحاني وزيرا للخارجية، ووافق المكتب على اقتراحه، لكن قيادة الحزب استبعد اسم الحاني من التشكيلة لعلاقته مع جهات أجنبية. لكن ما يذكر الكاتب شنو الجهات الأجنبية. يعني بعدين يعني غير موقف عماش، أو اقترح في اجتماع مكتب العسكر للحزب وطالب بتعيينه وكيلا لوزارة الخارجية للانقلاب، وكان له ذلك. يضيف شبيب: ليس من شك أن بعض المداخلات المشبوهة كانت تحصل بالقرب منا وحولنا، وأذكر على سبيل المثال العلاقة الودية اللي كانت تجمع علي عبد السلام رجل المخابرات والأعمال الأمريكية من جهة، وكل من صالح مهدي عماش، رشيد مصلح التكريتي، كذلك تردده على أحمد حسن البكر وعبد السلام عارض. وقد أعطى علي عبد السلام لنفسه رتبة عسكرية لبسها ثم جرد منها، ودارت حوله قصص كثيرة من أعمال تهريب وصفقات مشبوهة. يذكر حميد الجوير عضو المكتب السياسي لحركة الثوريين العرب اللي كان زعم عبد الرزاق النايف في حديث له مع الباحث الدكتور هيثم الناي عام 2000 المنشور في كتابي خيانة النص، أن عبد الرزاق الناي فاجأ المكتب السياسي لحركة الثوريين العرب بتأجيل حركتهم المقرر تنفيذه يوم 16 نيسان عام 68، وعقد اجتماعا للمكتب السياسي للثوريين العرب في منزل عضو الحركة الصحفي تحسين السوز في 9 نيسان. وتحدث الناي في الاجتماع عن سبب تأجيل الحركة قائلا: إننا سوف نعمل مع جهات وطنية أخرى. ولما سأله المجتمعون من هذه الجهات أجاب حزب البعث، ضحكنا سوية. فقال النايف: أقسم بالله لقد اتصل بي السفير البريطاني في بغداد وقال لي إن حركتكم لا تتم حسب ما تريدون، وسوف نجهضها ونجهض عارف ما لم تشركوا من نريد. وأعطاني موعدا فالتقيته بصحبتي أحمد حسن البكر وقال: هذا ومن معه سوف تتعاونون على الثورة. وهكذا قام انقلاب 17 تموز 68، وكان مجلس قيادة الثورة اللي تكون من أحمد حسن البكر، حردان التكريتي، صالح مهدي عماش، عبد الرزاق النايف، وإبراهيم الداود. السفارة البريطانية على الخط. يذكر الرئيس عبد الرحمن عارف لنفس الباحث أنه تسلم تقريرا من مديرية الأمن عامة في 17 أيار 68، أي قبل شهر من انقلاب تموز 68، يعني شهر أو شهرين يعني، عن اتصالات للقيام بانقلاب. وترتئي هذه المديرية عدم اتخاذ إجراءات حتى نحصل على معلومات وافية. ووصلني تقرير ثاني منها
في الثاني من حزيران مفاده أن السفارة البريطانية تلتقي بصورة مستمرة ببعض الضباط، وقد شوهد أكثر من مرة كل من حرجان التكريتي، أحمد حسن البكر، صالح مهدي عماش، وأكرم ياسين يزورون السفارة البريطانية ليلا. أخيرا كشف صدام حسين عن وجود أشخاص لهم ارتباطات مشبوهة علنا، حيث تحدث عن عماش وحردان التكريتي. وفيما يخص عماش، قال صدام: كيف بنا لو نرجع إلى أعوام 68 69 و70 و71، حيث كان وراء كل واحد من المتآمرين والمغامرون داخل الحزب والثورة جنوده من الرجعيين واليمينيين والمشبوهين، وهم في الحسابات التقليدية أقوى من الحزب. فصالح عماش كان قوة لا يستهان بها في الحسابات التقليدية، لأنه كان فريق أول ركن ونائبا لرئيس الوزراء ووزير الداخلية وعضو في القيادة القومية، إلا أن الشجاعة كانت تنقصه. اتفاق عزله بشروط: تم الاتفاق بين بكر وصدام على تحجيم دور صالح مهدي عماش، فتم عزلي عن وزارة الدفاع التي تم تسليمها ابتداء إلى أحمد حسن البكر، وإناطة وزارة الداخلية بصالح مهدي عماش، ورصد الأخطاء والإخفاقات التي حصلت في عهدي ليتم عزلي كسفير ضمن السفارات البعيدة عن العراق بعد أن اتعهد لهما بلزوم الصمت. كان الاتفاق الذي ذكره طارق حمد العبدالله رئيس ديوان رئاسة الجمهورية أن صالح مهدي عماش تم تخييره بين التصفية أو القبول بمنصب السفير مدى الحياة، وأن يبتعد عن أمور السلطة في العراق وعدم التحدث عما يعرفه من أسرار، فكان نختار الأمر الثاني لحل سفيرا صامتا لبلادي منشغلا بمعالجة نفسي والاستجمام على شواطئ فنلندا. نهاية المطاف: وفاته. توفي صالح مهدي عماش في فنلندا بمستشفى ميلاهتي في هلسنكي بعد 3 أيام من دخولي المستشفى في 30 كانون الثاني يناير عام 85، وحينما أراد الأطباء تشريح الجثة لتبيان حقيقة الأمر رفضت البعثة الدبلوماسية العراقية ذلك بشكل قاطع، وتمت مخاطبة الخارجية الفنلندية اللي ضغطت على إدارة المستشفى من أجل إرسال الجثة إلى العراق دون تشريح، وهذا ما حصل، حيث نقل جثماني إلى بغداد وشيع رسميا. روايات وفاته: الرواية الأولى، الرواية الحكومية، أن سبب الوفاة المعلن من قبل الجهات الصحية في فنلندا يشير إلى وفاته لأسباب طبيعية. الرواية الثانية، صدر قرار إعفائي من كل مناصبي، وهي وزير الدفاع، نائب قائد القائد العام، صدر أمر بتصفيتي، ويقال أن أحمد حسن بكر توسل إلى صدام ليبقي حيا، فأرسل إلى فنلندا سفيرا لفترة طويلة إلى أن زاره عدد من ضباط المخابرات عام 75، وهناك قام لهم وليمة وفيها تم دس السم له وتوفي. الرواية الثالثة الحقيقة، يبدو أنه كانت هناك عملية قتل بحادثة تصادم سيارة صالح مهدي عماش، فاصطدمت حمل مع سيارة تيل مارسيس. هنا حمل ما يعني العبارة منقوصة، ما نعرف سيارة حمل أو تكرمون أحد الحيوانات، يعني بس ذاكر حمل مع سيارة تيل مارسيس في إحدى ضواحي العاصمة الفنلندية، وخرج منها سالبا رغم تحطم، وأصيب ساقه بجروح بالغة. الرواية الرابعة، استدعي عماش إلى بغداد للمشاركة فيما يسمى المعايشة، أي إرسال المدراء العامين والسفراء إلى جبهات القتال خلال الحرب العراقية الإيرانية، على الرغم من أن الرجل عسكري قديم وشارك في معارك عديدة ولا حاجة بت الالتحاق بجبهة قتال لإغراض المعايشة. المهم، قضى الرجل شهرين في الجبهة، وعند عودته إلى فنلندا بدأ يعاني من مشكلات صحية لم تمهله طويلا. لقد توفي في فنلندا في هلسنكي بعد 3 أيام من دخوله المستشفى في 30 كانون الثاني 85، وحينما أراد الأطباء تشريح الجثة لتبيان حقيقة الأمر رفضت البعثة الدبلوماسية العراقية ذلك بشكل قاطع، وتمت مخاطبة الخارجية الفنلندية اللي ضغطت على إدارة المستشفى من أجل إرسال الجثة إلى العراق دون تشريح، وهذا ما حصل،
حيث نقل جثمانه إلى بغداد وشويع رسميا. وهي كما جاء في التقرير الطبي واتصلت فورا بالسلطات الفنلندية، لكن طاقم المخابرات في السفارة منع نقلي من السفارة، وشحن نعشي خلال 24 ساعة إلى بغداد على طائرة عراقية خاصة. الرواية الخامسة: في ذلك الصباح دخلت السكرتيرة الفنلندية العاملة في السفارة إلى مكتبه ووجدته ميتا ورأسه منكبا على طاولة مكتبه، واتصلت بالسلطات الفنلندية، لكن طاقم مخابرات السفارة منع نقلي من السفارة، وشحن نعشي خلال 24 ساعة إلى بغداد على طائرة عراقية خاصة. وإشارة المعلومات اللي نشرتها الصحف الفنلندية من خلال التحقيقات بهذا الحادث بأن السكرتيرة وجدت عماش ميتا في مكتبه، ويعتقد السم تم وضعه مع أكل أو شراب فطور ذلك الصباح، فيما يذكر المقربون جدا منه أن تشريح جثته أكد أنه قضى مسموما. وكعادتي أمر صدام بإقامة مجالس العزاء لإظهار الأسى والحزن الكاذب على الفقيد ورعاية عائلته، فقد عين صدام نجل عماش مهدي مستشارا في السفارة العراقية في باريس، فيما قرب ابنتي هدى لتصبح وزيرة، وأول وآخر امرأة تصبح عضوة في القيادة القطرية لحزب البعث. انتظرونا في حلقات قادمة، وتقبلوا منا أجمل التحيات.